الله أكبر، آثار القصف العشوائي على قرية المعزولة. هاي اصلاحاتك يا بشار. قذائف الهاون ونجمات الصواريخ يقصف عن قرية المعزولة في سهل أروج من منطقة جسر الشغور. هذه هي الاصلاحات، يقتل المدنيين الابرياء العزل. هذه هي اصلاحاتك يا بشار الاسد. الله اكبر والعزة لله. قصف عنيف على قرية المعزولة في سهل أروج. الله اكبر. صوره خزان البيت شمال. خاطصين 7/5/2013. الله أكبر.